عزیز استادان و دوستان، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. البخاري ومسلم. عزيز قرمتلي أنا أنفق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیثی عمل کرد که الدین النصیحت دیگر حدیث که عمل کرد توختاب که بیرد که مسلمان نرده یاد و نظرگا آلد کمیلرنی برد که منگی اکوب تشکل قصد و خرسن بلسد و همیشه بلرده حقی